السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم والمساء. رجل كان في أتم صحته، رجل صحيح معافى، يروح ويأتي ويغدو ويروح، وسبحان الله الإنسان معرض للأقدار ومعرض. لذلك نسأل الله العافية، يحافظ الإنسان على أذكار الصباح والمساء، وخاصة إذا خرج من منزله دعاء خروجك من المنزل، دعاء الخروج من المنزل لا تنساه، ما تدري ما يعرض لك. سبحان الله، حصل له حادث، وقع عليه حادث فأصيب بشلل رباعي، أسأل الله العافية والسلامة، أصبح ما يتحرك منه إلا رأسه، فظل في المستشفى فترة ثم نقل البيت، يعني ما عنده شيء في المستشفى، خلاص يعني تداوت الجروح وكذا، أما هذا الشلل ما له علاج يعني بالنسبة للأطباء. فأخذ للبيت واشتروا له أهله سرير مهيئ لهذا كذا، فظلت زوجته تقوم على خدمته، تطعمه، تؤكله، تشربه، تغسله أكرمكم الله، لأنه ما يستطيع الذهاب الحمام. لكن سبحان الله، والرجل كان يشعر بألم، ألم شديد شديد، أنه يعني كان يمشي على رجليه، في يوم وليلة أصبح مقعد الفراش يغسلونه من تحته ويأتوا كذا. أسأل الله العافية والسلامة، أسأل الله أن يشافي كل مريض، أسأل الله أن يمن والشفاء على مرضى المسلمين. فكان هذا الحال يعتصر قلب الرجل ألما، ولكن سبحان الله في يوم من الأيام، طبعا هو لأنها أصبح بهذه الحالة، أخذ إلى غرفة من الغرف وأصبح فيها، تقوم زوجته على خدمته، لكن أحيانا يحتاج شيء، يحتاج حاجة، ويكونون بعيد في آخر البيت، هم حطوه في غرفة يعني في أول البيت، وصاروا جارات الزوجة هذه جاراتها يدخلون البيت ويخرجون في أمان، يعني ما يعني كأن في البيت ليس أحد هناك يعني يضايقهم، فهو يعلمون أنه لن يدخل عليهم مقعد. في يوم من الأيام جاءت واحدة من الجارات، عندما دخلت سألت هذه المرأة، كيف الحال؟ طيبين؟ شعلونكم؟ وشعلوا أبو فلان؟ كيف حال أبو فلان؟ هو يسمع. قالت: لا حي نرجيه ولا ميت ننعيه. لا حي يرجى ولا ميت ينعى. هكذا يعني المرأة هذه كانت تقوم على خدمة زوجها وتعاني، لكن سبحان الله خرجت هذه الكلمة منها، فلا إله إلا الله، دخلت من أذنه ووقعت في قلبه كالرصاصة، كاد قلبه ينصدع ألما، كاد يموت، تمنى الموت. ففي تلك اللحظات لجأ إلى الله لجوءا ما لجأه قط، وأخذ يدعو بحرقة، يدعو ربه بحرقة، رفع حاجته من الأرض إلى أبواب السماء. عندما أغلقت أبواب الأرض دونه فإن أبواب السماء لا تغلق، رفع حاجته للحي القيوم، رفع دعاءه وسؤله ومشكاته للسميع البصير العليم الخبير، الذي إذا أراد شيئا إنما يقوله كن فيكون. دعا الله، قال: اللهم شافيني، اللهم يا من تحيي العظام وهي رميم، شافيني يا رب. ثم دعا ما فتح الله عليه من دعاء. يخبر الرجل بنفسه قصته، طبعا هو ما يتحرك منه أي شيء إلا رأسه فقط، يقول، يخبر هو بنفسه، يقول: عندما فتحت عيني قبيل الفجر وإذا بيدي على صدري، تحجبت منها فرفعت ارتفعت، أحرك الأخرى رجلي، من الله عليه بالشفاء في لحظة. يقول: والله
ما درت زوجتي إلا وأنا داخل عليها في غرفة النوم. طبعا هو في غرفة في أول البيت، يقول أخذت أمشي حتى دخلت غرفة النوم وما درت إلا وأنا قد أشعلت النور المصباح ولعت النور، فانتبهت أخذت كادت تجن. من أنت؟ قال الحمد كيف، شيء عجيب شيء عجيب. شافاه الله في لحظة. رسالة لكل مبتلى، رسالة لأصحاب الحاجات، وكلنا أصحاب حاجة. إذا أغلقت دونك أبواب الأرض فثم أبواب السماء لا تغلق. أسأل الله أن يلقيني وإياكم في الدنيا والآخرة ما يرضينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.